بالنسبه للمؤتمر الوطني الجامع الذي تحدث عنه من بدايات من كان السيد غسان سلامه مهامه في البعثه، تقريبا من لحظتها اطلق العنان لهذا الحدث، وفي بداياته اصبح هناك بعض اللغط لأن هل هذا حدث وقتي بمخرجاتي ام هو ستكون عليهم يعني اشبه بمؤسسه ستقوم بديل، ولكن مع مرور الايام واضح بانه سيكون حدث فقط. بالنسبه لهذا المطلق يعني كبلاغ رسمي او خطاب رسمي حتى هذه اللحظه لم نتلقاه، ولكن هناك من يشارك لدينا بعض الاعضاء في منطقه الغد وبعد الغد في تونس تقريبا اللي هي منطقه تحضيري للمنطقه الجامعه. نعم، طيب يعني هل يعني ذلك بأن البعثة الأممية من الممكن أن تتجاوز قرار يعني المجلس الأعلى للدولة وكذلك مجلس النواب وتذهب فعليا إلى المؤتمر الوطني الجامع، خاصة بأن هناك بعض التسريبات تقول بأنه لن يؤثر مثلا على عمل مجلس النواب، سيكون باقي وكذلك مجلس الأعلى للدولة، وأيضا سيكون هناك جسم آخر وهو الملتقى الوطني الليبي؟ وهي هذا الان في بدايه هذا الاختلاف اللي صار، هل هو حتكون بمثابه مؤسسه بديل ام هو حدث يجمع الليبيين يلتقوا يتناقشوا يتحاوروا من اجل الوصول الى حل الازمه. نحن من بدايات تاسيس المجلس النواب وحكم المحكمه والاحداث التي توارث هو خلاف سياسي بحت بين مؤسستين، كانت في السابق المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب، واليوم بين المجلس الاعلى للدوله ومجلس النواب. هذا الخلاف الذي اصبحت الفجوه بتاعته تتقارب شيئا فشيئا، هناك بعض التوافقات، اذا هذا الخلاف انحل فاعتقد كل ما يحدث داخل ليبيا من هذه الملتقيات والمؤتمرات ومجالس المصالحه ستنتهي، هذا الخلاف عندما ينتهي الخلاف القائم بين هذين المجلسين. اما سيكون هناك جسم بديل سيكون من مخرجات هذا الملتقى بديل للمؤسسات التشريعيه الموجوده الان، لا اظن ان يعني مثل أظن باليقين لن يكون هناك جسم بديل، ربما تكون هناك بعض المخرجات بعض الآراء بعض التوصيات، لأن هذا في الأخير هذا رأي الليبيين، هذا المنطقة الجامع يجمع الليبيين ومخرجاته ستكون صادرة عن الليبيين، ربما هذه التوصيات من يتبناها من يقوم بتطبيقها لمن توجه، هذا ما سينتج عن هذا المنطقة. نعم، يعني هل من الممكن أن تجبركم مثلا البعثة الأممية سيدة نعيمة؟ يعني نعلم أنا يعني الكل يعلم بأن من يدعم اتفاق الصخيرات هو المجتمع الدولي، فهل من الممكن بعد حديث غسان سلامة خاصة في مؤتمر باليرمو الذي كان يتحدث فيه باسم ليبيا بالذهاب فعليا إلى الخطباء أو الملتقى الوطني الليبي، هل من الممكن أن يكون موجودا بالفعل دون الرجوع إليكم يعني شئتم أم أبيتم أنتم؟ لن يكون ذلك. البعثة الأممية هي تقوم بعمليات تسيير وعمليات مراقبة، لكن باش تأخذ القرار لن يكون ذلك، لن يتأتى ذلك بوجود مؤسسات قائمة ناتجة عن اتفاق الصخيرات. نتكلم على خطاب رسمي لم يستلم حتى اللحظة، ولكن نحن نعلم بأن في فبراير من خلال لقاء باليرمو ولقاء باريس أيضا سيكون هناك منطقة جامع يجمع بين الليبيين من خلال المؤسسات التشريعية التنفيذية النشطاء الأحزاب وغيرها، ذلك الدعوات التي توجهها البعثة لمن يكون داخل المؤسسة. طيب.